السلام عليكم، مرحبا بكم معي اليوم في فيديو جديد. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم طبخ مغربي سيدتي. اليوم ان شاء الله قدمت لكم حلوى ثانيه رائعه في اطار التحضيرات ديال العيد ان شاء الله. حلوى رائعه، بنينه بزاف صدقوني، يعني تجربه رائعه. الحلوى هشيشه رطبه، نتمنى تجربوها ونتمنى اللي جربتوها ما تنسونيش ملي لايك واشتركوا معي في القناه الا كنتوا باقي ما اشتركتوش في القناه وعجبكم محتوى ديال القناه ديالي. فعلوا الجرس واشتركوا معي وما تنسونيش ملي لايك ولي كومونتير. ويلا نبداو مع بركه الله، نوجدوا الحلوى الاكثر من رائعه، بنينه هشيشه، متاكده بان العديد منكم غادي تعجبكم. شوفوا غير الطراوه ديالها، هشيشه بزاف بزاف، كتفرتت كتذوب في الفم، رائعه ومكونات بساط. اي وحده تقدر تصايبهم. نحن دائما مع المواصفات يكونوا هكا راقيين اقتصاديين. ويلا نبداو على بركه الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنايا استعملت 125 غرام ديال الزبده. يمكن لك بغيتي هنايا درت نصف كميه، الا بغيتي ديروا ربع ديال الزبده. المهم انا هاد المكونات اللي غادي نستعمل معكم غادي نوريكم شحال غادي تخرج ليا من القطعه، وانتم تكونوا حرين في الكميه اللي غادي تستعملوا ديال الزبده. هنا استعملت نصف كاس ديال السكر ناعم. بغيتوا الحلوى تجيكم مقرمشه هكا غادي ديروا نصف كاس ديال سكر حبيبات. بغيتوها تجيكم هشيشه رطبه ديروا نصف كاس ديال سكر ناعم او سكر ثقيل. غادي نخدم مزيان داك الزبده، ودائما الزبده تكون عندنا بدرجه حراره المطبخ، نخدموها هكا مزيان بيدينا. اليدين هما اللي كيكونوا احسن وسيله باش انك تخدمي هذا النوع ديال الحلويات، كتحكمي في العجين ديالك مزيان. صافي هنايا كنا نحاول نمزج داك الزبده ديالي مع داك نصف كاس ديال السكر ناعم عفوا. هنا غنضيف واحد القليل ديال رشه ملح، هكا ضروري نديرو في الحلوى اي حلوى ديالنا ضروري الملح. وهنايا نصف كاس ديال زيت المائده، غادي نحاول نخلط هكا مكونات نحصل على واحد الخليط هكا شكل بوماد، هكا تكون هكا الحبيبات ديال الزبده كامله تكون دابت مع داك السكر ومع داك الزيت. خطوه مهمه ضروري باش داك الحبيبات ديال الزبده ما يبقاوش عندنا كتل ديال الزبده. هكا تاخذي وقتك فاش انك تصايبي هذه المرحله، حيت هذه هي المرحله الضروريه انك الكتل ديال الزبده كما قلت لكم باش ما يبقاوش عندنا. صافي تقريبا هنايا راه امتزجت ليا، وضروري الزبده تكون بدرجه حراره المطبخ، كتعاون بزاف بزاف. الا كان هكا سخون الحال راه كتكون في ساعه هكا المرحله في ساعه كتديرها، الا كان بارد الحال هي فاش كتاخذ منك واحد الوقت. صافي هنايا حاولت حيت اليدين ديالي دابا، واستعملت واحد كيس ديال السكر فاني. غادي ندير هنايا بيضه واحده في هذه الكميه اللي عطيتكم ديال 125 غرام زبده، نصف كاس زيت نصف كاس سكر. استعملت بيضه واحده، الا بغيتوا ديروا تضاعفوا الكميه غادي ديروا هكا جوج بيضات وهكا ربعه زبده، كاس سكر كاس زيت، مهم نتوما حرين. هنايا غادي نستعمل اربع قطع ديال الجبن. هذا الجبن كيجي خطير، رائع 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 بزاف بزاف صدقوني. الحلويات كامل اللي كتستعمل فيهم الجبن كيجي واحد اللذة رائعه. هنايا عندي واحد نصف كاس ديال كاوكاو او فول سوداني هكا منيل او هكا بودغ، كنستعملوه هنايا حيت كنت غادي نزوقوا الحلوه ديالنا بالفول السوداني. شديت داك الفول السوداني و هكا غربلتو ودرت هذاك النصف هكا كاس هكا في الحلوى، هذا اختياري. هنا كتشوفوا هنايا ضفت الدقيق، غادي نعبر معكم الدقيق هكا بالكاس اللي عبرتو به السكر والزيت، غادي تعبروا به حتى الدقيق. هنا كما شفتوني ضفت جوج كؤوس ديال الدقيق وضفت ليهم ساشي او كيس من الخميره ديال الحلوى. غادي نعطيكم بالضبط هكا بالكاس هكا القياس ديال الدقيق. هنا غنضيف الكاس الثالث ديال الدقيق وغنبقى نخلط هكا مزيان. تحاولوا غير تجمعوها ما تدلكوهاش حيت فيها الزبده، غادي تقريبا بحال لاباط ديال صابلي.
انا هنايا حطيت واحد 500 غرام ديال الدقيق وعبرت بكؤوس شحال غادي ياخذ ليا. هذا هو الكاس الرابع. الكاس الرابع كما شفتوا كنضيف بالتدريج، ما كنضيفوش كامل، حيت تقريبا هاد الكميه اللي خدات ليا ديال العجين خدات ليا 3 كؤوس ونصف ديال الدقيق. ودائما الدقيق تيكون على حساب كل واحد نوعيه ديال الدقيق. يمكن تاخذ لكم 4 كؤوس ديال الدقيق، المهم انا خدات ليا 3 كؤوس ونصف ديال الدقيق. والعجين خاصها تكون لينه، ما تكونش هكا هكا، ما تكونش قاسحه. صافي كما كتشوفوا وريتكم الكاس هنايا، نصف كاس ونقدر نقولوا حتى كاس الا ربع، كاس الا ربع ديال الدقيق، حيت في الاخير ضفت واحد شويه. صافي هنايا كنبدا كندير شكل كويرات للحلوه ديالي وكنبسطها شويه فقط. تقريبا هنايا شكل معين، ما يكونش كبير ما يكونش صغير، باش تعطيكم واحد الحلوه هكا ملي كطيب كتجي زوينه راقيه. وتقدري ديريها هكا في كويرطات الا كنتي بغيتي تقدميها في كويرطات. هذا هو الحجم تقريبا، هنايا غيكون عندي واحد 26 320 غرام، كتجي حلوه راقيه زوينه بزاف. الفران غادي نسخنو ديجا قبل، وغادي ندخل الحلوه ديالي على درجه حراره 160 نتحمر هكا وتخرج. شوفوا كي جات رائعه. هنايا الكميه اللي خرجت لي هذه الحلوه بهذه الكميه اللي عطيتكم بالضبط خرجت لي 50 حبه بالضبط. هنايا عندي مربى ديال الدهن، ماشي مربى ديال هكا سائل، مربى ديال الدهن شديته وطحنته هكا في مونينيكس بآلة كهربائية هكا حتى ولا ليا شكل بحال العسل باش ندهن به. هنايا عندي كاوكاو أو فول سوداني عندي رابعة 250 غرام بالضبط اللي خدات ليا هاد 50 حبة. إلا بغيتو هكا تشكلوها رابعة ديال 250 غرام ديال فول سوداني شديتو مي حمرتو وهرمشتو، هرمشتو وغربلتو. ملي غربلتو هذاك النصف كاس اللي كنا ضفنا في الحلوى في الخليط راه هو هذا، خليت هذاك ملي غربلتو ضفتو للحلوى، وهذا اللي مهرمش خليته للتزيين. وكما كتشوفوا كتجي رائعه. وحتى هذا المربى ما بغيتيش تستعمل مربى استعملي عسل، ولكن انا كنصحك تستعمل مربى خصوصا هذا المربى ديال المشمش، عطى واحد النكهه رائعه. وهكا الخطوريه تستعملي هذا المربى اللي تيكون هكا ديال الدهن، تيكون زوين تيكون خاطر، ماشي بحال هذاك اللي تيكون سائل تقدري هكا ما تتشليك مزيان. صافي كنستمر هكا حتى كنكمل الحلوه ديالي كامله، كتجي رائعه. وداك الحبيبات ديال الفول السوداني تيجيو هكا زوينين بزاف بزاف، مهرمشين قطع كبار. ديما انكم تغربلوا داك الفول السوداني ديالكم باش ما يكونش داك الدقيق كيخسر الحلوه، كيبقاو غير داك القطع ناشفين، كيجيو رائعين. والحلوه ديالي رائعه بزاف بزاف، كتنتظروا عليها غير شويه راه كتنشف كيبس ما كيطيحش نهائيا هذا الفول السوداني او كاوكاو. صافي هنا غادي نوجد شويه ديال الزينه. هنايا درت شويه ديال الشوكولاته بيضاء. هنايا غتحاولوا تاخذوا واحد كيغدون ديروا واحد الثقيبه صغيره باش يعطيكم هكا خويطات هكا رقيقه بزاف بزاف. صافي وكتبداو ديروا هكا خطوط. هذه مرحله اختياريه ولكن كتزيد بنا كزينه. هي راهي خليتها غير بداك الفول السوداني كافي. صافي هنا كنستمر حتى كنكمل هكا الزينه ديال هكا الشوكولاته البيضاء. يمكن لك بغيتي تستعمل حتى الشوكولاته السوداء ممكن. صافي هنايا كنستمر كما كتشوفوا، وهكا كتصبح عندنا الحلوه ديالنا واجده رائعه تقدمي لضيافك المناسبات الاعياد. العيد ان شاء الله جاي على الابواب، نتمنى تعجبكم حلوه اقتصاديه رائعه بنينه هشيشه. ودائما الى وصلتي اختي ولا خويا حتى المرحله ولا كنتي اول مره كتشوفيني اختي ولا خويا، دعميني بلي لايك ولي كومونتير واشتركي معي في القناه باش يوصلك كل ما هو جديد. وعلاش لا بارطاجيو هكا الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي باش تعم الفائده
فائدة للجميع. نتمنى من الله تعجبكم الفكرة، اللهم أديمها نعمة واحفظها من الزوال، وما تنسونيش ملي لايك ولي كومنتير. خليت لكم رحمة الله، إلى اللقاء، فيديو جديد وفرصة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.